بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على المصطفى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا علم لما علمتنا إياه، سبحانك إنك أنت العليم الحكيم. برحب بأحلى دفعة في مصر كلها، دفعة 24، دفعة الخير والأمل والنجاح بإذن الله. خلاص الحلم بيقترب خطوات، معلش شدوا حيلكم. أنا عارف أيام وعيد، بس إحنا عندنا ثانوية عامة، إن شاء الله الأيام كلها تبقى عيد بعد ما نخلص امتحانات ونحل ونطلع كل الناس مبسوطة بإذن الله تعالى. النهاردة هنعمل مراجعة مهمة جدا، مراجعة بلاغة ومراجعة على الأيام فيها كل الأفكار المهمة من كل فصلة. مراجعة البلاغة أنتوا عارفين في النظام الجديد ما عنديش قطعة بلاغة، ما فيش قطعة بلاغة في الامتحان كسؤال بلاغة لوحده، ولكن عندي ربع الدرجات اللغة العربية كلها نصوص، وكل النصوص هي أسئلة البلاغة. الحصة دي هتفيدنا جدا جدا في النصوص، هنعتبر كده احنا خلصنا النصوص، لأن كل الأمثلة اللي هنحلها النهاردة من امتحان استرشادي 23 ودور أول 23 نصوص، لأن ما عنديش بلاغة. النصوص كل البلاغة موجودة في النصوص. طب احنا عايزين مراجعة على كل حاجة يا مستر، كل حاجة انتوا عاوزينها وكل البلاغة اللي تعرفوها هقولها لك النهاردة، بس ركزوا معايا. بنبدأ أول حاجة في القصائد أو النص النثري بالفكر الجزئية، ويمكن ده كان الحصان الأسود بتاع السنة اللي فاتت، ده كان هو الكارت الكسبان في امتحان 23. الفكر الجزئية انت بتقرأ القصيدة مرة واحدة زي ما بتعمل في القراءة بالظبط، عرفت المعنى وعرفت الفكرة الرئيسة. القصيدة دي تتحدث وليكن تتحدث عن مصر، وابدأ أمسكك بقى، ما المراد بقول الشعر في البيت الأول؟ ماذا قصد الشعر بقوله كذا في ضوء فهمك للبيت الثاني؟ ما المبدأ الذي دعا إليه الشعر في البيت الثالث؟ أول ما أقول لك البيت الأول والبيت الثاني والبيت الثالث، يبقى كده أنا بسألك في حاجة اسمها الفكر الجزئية، ودي أكتر أسئلة جت في النص بتاع القازمي دور أول 23 اللي احنا حلناه مع بعض في المراجعة النهائية. عاوز أقول لك أربع أسئلة في الفكر الجزئية بسبع درجات، انت متخيل؟ يعني تقريبا انت بتقترب من نص درجات النصوص في الفكر الجزئية. يبقى انت لازم تقرأ القصيدة قراءة جيدة في البداية عشان تاخد بالك من الفكرة الرئيسة. القصيدة تتحدث عن ايه؟ تتحدث عن كذا. وبعد كده كل ما اسألك وحط لك رقم بيت في السؤال، اقول لك في البيت الاول، في البيت الرابع، في البيت الخامس، في البيت السادس، زي ما حصل في امتحان 23، تمسك كل بيت على حدة وتركز جدا جدا عشان تقدر تختار الاختيار الصحيح. طب السؤال الثاني، سؤال العاطفة. العاطفة ده الإحساس، الشعور، الإنفعال، التأثير النفسي، الوجدان، كل دي أسامي للعاطفة. السنة اللي فاتت اختاروا في الامتحان كلمة العاطفة دور أول 23، ما العاطفة المسيطرة على الشاعر من خلال فهمك للأبيات. طبعا اختاروا أسهل كلمة من كلمات العاطفة، بالرغم أن الكلمة بتاعت المنهج بتاعتكم الوجدان. العاطفة هي الإحساس، الانفعال، الشعور، التأثير النفسي، الوجدان، بس هم حسوا ان هم زودوها شوية في الفكرة الجزئية امتحان السنة اللي فاتت، مسكوا في النص الشعري، ما المراد بقول الشاعر في البيت كذا، طيب ما المبدأ الذي دعا إليه الشاعر في البيت، بيقول لك الشاعر كان يقصد كذا في البيت الرابع، الخامس، السادس، تقريبا ما فيش بيت في القصيدة ما سألوش فيه، عشان كده حسوا ان هم زودوا شوية في الفكرة الجزئية. ده انتوا سألتوا الطلبة في بيت بيت، وكأن الطالب بيدرس كل بيت على حدة فعلا، وده مهم جدا، وده كان الحصان الكسبان السنة اللي فاتت في امتحان 23. فبدأوا يهدوا العمل في السؤال اللي بعد كده وقالوا ما العاطفة المسيطرة على الشاعر في ضوء فهمك للأبيات. قول لي العاطفة ايه؟ عجبني ان هم استخدموا كلمة العاطفة، يعني جابوا الكلمة البسيطة السهلة، ما جابوش بقى التأثير النفسي والانفعال والوجدان، لا، بالرغم ان كلمة الوجدان مش صعبة، دي الكلمة بتاعت المنهج اصلا. عايز الطلبة تبقى ذكية، عاوزكم تحددوا العاطفة من خلال الفكرة بتاعت الابيات. وعلى سبيل المثال مثلا الابيات بتتحدث عن مصر، وانت شايف تحت مكتوب حب الوطن، يبقى العاطفة دي هي حب الوطن. الراجل بيتكلم على علاقتنا بالعرب والدول العربية، يبقى في دعوة للوحدة والتكاتف، يبقى في عاطفة معينة. الراجل بيحذر المتشائم من التشاؤم، يبقى في دعوة للأمل والتفاؤل. إذا أنا عاوز حضرتك تركز جدا في الأفكار عشان تستطيع إنك تحدد العاطفة. طيب الأساليب، وإحنا بنقرأ قطعة السنة اللي فاتت بتاعة النص الشعري، لو أنتوا ركزتوا وحليتوا امتحان 23
هتلاقوا في بيت يا حبذا لو تآخى الناس واتحدوا. حصل يا حبذا. اول ما قرأت البيت ده السنة اللي فاتت في القصيدة قبل ما اشوف الاسئلة قلت بس يبقى هتسأل، طالما قالوا يا حبذا يبقى هيسألوا في المركز القومي للامتحانات ويقولوا الاسلوب في يا حبذا. كلنا عارفين ان حبذا ده مدح، وطبعا المدح والذم ده انشائي غير طلبي، يبقى انا يا صديقي معرفش ادخل امتحان نصوص من غير مدرس الاساليب في البلاغه، لازم تراجعوا الاساليب كلها. معلش طب تعال نشوف الاساليب كلها. اول حاجه الانشاء الطلبي، الامر والنهي والاستفهام والنداء والتمنن. عايز اقول لك الخمسه القدام بتوعك ده هم دول اسمهم انشاء طلبي، الامر والنهي والاستفهام والنداء والتمنن، دول كلهم الانشاء الطلبي اللي انت بتدرسه من اولى ثانوي. طيب امال الانشاء الغير طلبي اللي هو المدح والذم والتعجب والقسم وكم الخبرية وربا، مش ربا ده حرف جر شبيه بالزائد؟ طبعا تعرف ان كم الخبرية وربا ده انشاء غير طلبي، وطبعا كم الخبرية تفيد الكثرة عشان كتير بيجيبوها في الامتحانات. كم تشتكي وتقول انك معدم، اول ما اقول لك ماذا افاد استخدام الشعر لكم تقول لي الكثرة، ولكن ده بيسمى انشاء غير طلبي. يبقى الانشاء نوعين، انشاء طلبي وانشاء غير طلبي. القديم اللي انت متعود عليه الامر والنهي والاستفهام والنداء والتمنن ده اسمه انشاء طلبي، انما المدح والذم والقسم والتعجب وكم الخبريه وربا ده بيسموه انشاء غير طلبي. انا ليا تعقيب بس على الانشاء الطلبي، الاغراض اللي احنا حافظينها من اولى ثانوي، يعني مثلا استفهام للتعجب والاستنكار والامر النصح والارشاد، تعرف ان انت ممكن تطلع الاسلوب الانشائي الطلبي صح وتحل الغرض بتاعه خطأ. مش عايزك تسيبك من الباتشات اللي احنا حافظينها دي، مفيش حاجة اسمها استفهام للتعجب والاستنكار دائما. على سبيل المثال شوقي لما كان بيتشوق لمصر في منفاه، قصيدة غربة وحنين اللي عندكم في المنهج، بيقول هل سلى القلب عنها وسلى مصر، هل سلى القلب عنها. طب هو قلب شوقي سلى التانية بمعنى نسى، هل قلب شوقي نسى مصر؟ لا ما نساهاش. طب ما هو لا ما نساهاش وتؤمن ما نساهاش وبتعمل لي كده وانت بتسمع دلوقتي، يبقى ده استفهام غرضه النفي، يبقى مش غرضه التعجب والاستنكار. شايف؟ يبقى البدشات بتاعه الاغراض حرام نضيع درجتين في غرض اسلوب انشائي. تعرف ان الاستفهام ممكن يكون غرضه التقرير، تقرير ده التقرير ده بتاع الاسلوب الخبري، تالت نوع وتالت اسلوب. هو انت مش واخد بالك ان خليل مطران في نص المساء كان بيعرف الغروب انه موت الشمس وموت النهار؟ الغروب ده عنده هو موت الشمس وموت النهار، فبيقول بيت معين، اوليس نزعا للنهار وصرعة للشمس بين مآتم الاضواء. نزعا وصرعة يعني موت وقتل الشمس والنهار. بيقول الغروب ده ايه؟ ده عبارة عن موت النهار وموت الشمس. تعرف اوليس نزعا للنهار وصرعة للشمس بين مآتم الاضواء؟ انت تعرف ان الاستفهام هنا للتقرير لان هو متأكد من اللي بيقوله، هو عنده الغروب مش حاجة كويسة، الغروب عند الشاعر يعني موت الشمس وموت النهار. يبقى انا لازم الاغراض اركز فيها. النوع الثالث الاسلوب الخبري، اذا لم يكن البيت من الانشاء الطلبي والغير طلبي يبقى على طول البيت خبري للتوكيد والتقرير، يبقى يؤكد ويقرر على فكرة معينة حقيقة معينة، ده الخبري. وده طبعا انت عارف الاكثر انتشارا في الابيات، يعني كل الابيات خبري الا اذا جاء فيها جزء من اجزاء الخاصة بالانشاء الطلبي او جزئية من الجزئيات الخاصة بالانشاء الغير طلبي، المدح والذم والتعجب والقسم وكم الخبرية وربا. النوع الرابع خبري لفظا انشائي معنى، لما يبقى الشاعر بيقول دعاء على طول زي ولها من فضلها الف ثواب في نصر رساء ميل العقاد جدع، على طول يبقى خبري لفظا انشائي معنى، فرحمة الله على شاعر مات قتيلا للامان الطوال، خبري لفظا انشائي معنى غرض الدعاء، يبقى على طول ده خبري لفظا انشائي معنى. في سؤال مهم جدا في الاساليب، ساعات كتير جدا بيجيبوا في الامتحانات جمع الشعر بين الخبر والانشاء، يعني الشاعر زوج بين الخبر والانشاء، جاب اساليب خبريه وانشائيه، تختاروا الكامله الاجابه الكامله لازاله الملل واثاره الذهن وتحريك المشاعر والتاكيد على حقائق عامه. اذا انا بجمع بين الخبر والانشاء، يستطيع الشاعر ان يجمع في كثير من قصائده وكثير من ابياته بين الخبر والانشاء لازاله الملل وتحريك المشاعر واثاره الذهن لدى المتلقي والمستمع. يبقى انت لازم تبقى عارف، ده سؤال مهم جدا في الامتحان، كلام محترم. من الاسئله المهمه جدا في البلاغه وطبعا بتيجي في النصوص، الموسيقى الظاهره اللي بيسموها الخارجيه،
الموسيقى الظاهرة أو الخارجية دي موجودة في حتتين اتنين ملهمش تالت. أول حاجة الوزن والقافية. يا سلام لو الوزن والقافية موحدة، لو الشاعر اختار وزنا وقافية واحدة وحافظ على القافية اللي هي الحرف الأخير. طبعا لو حافظ على الوزن والقافية بينتج عن استخدام الشاعر للقافية الموحدة نغمة موسيقية، وطالما عمل نغمة موسيقية واختار قافية واحدة وحرف واحد دي بيسموها موسيقى ظاهرة أو موسيقى خارجية، زي غربة وحنين وزي نص المساء، يبقى ده قافية موحدة وحدة الوزن والقافية. ده جزء مهم جدا في الموسيقى ونوع مهم جدا في الموسيقى الظاهرة، مرة يقولوا ظاهرة ومرة يقولوا خارجية. طب ايه كمان؟ المحسنات اللفظية الموسيقية. دايما ما تتخضوا من كلمة محسنات لفظية. كلمة لفظية يعني موسيقية، يعني ليها نغمة موسيقية وجرس موسيقى رنان بتعمل على لفت النظر وجذب الانتباه، ودول خمس محسنات. ثلاثة يخصوا الشعر ومحسنين يخصوا من النثر، لان احنا دايما بنتكلم النهاردة احنا بنظبط البلاغة عشان النصوص الشعرية والنثرية. تعالى كده نشوف اول محسن لفظي موسيقي، التصريع، ويأتي مع الشعر اتفاق اخر حرف في الشطر الاول مع اخر حرف في الشطر الثاني ولكن في البيت الاول. اول بيت في النص لو الحرف الاخير هنا شبه الحرف الاخير هنا يبقى ده اسمه تصريع. كانوا جايبين قطعة بلاغة قبل كده، دع عنك التراخي والكسل، قطعة في ثانوية عامة، واغتنم صبحا مليئا بالامل. دع عنك التراخي والكسل واغتنم صبحا مليئا بالامل. اللام بتاعت الكسل واللام بتاعت الامل، تصريع. طبعا ليه جرس موسيقى رنان يعمل على لفت النظر وجذب الانتباه، ادي التصريع. الجناس تام وناقص، لو تام كلمتين شبه بعض زي وسلى مصر هل سلى القلب عنها. سلى وسلى، سلى الاولى بمعنى سألة وسلى الثانية بمعنى نسى، يبقى ده اسمه جناس تام. لو الكلمات متشابهة في بعض الحروف يبقى جناس ناقص، زي تقهر وتنهر وزي الخيل والليل، ده على طول جناس ناقص. الجناس التام والناقص برضو ليه جرس موسيقي، عشان كده هو من ضمن المحسنات اللفظية الموسيقية اللي هي جزئية هامة في الموسيقى الظاهرة. حسن التقسيم، النظام الجديد ده عندكم مركز قوي على حسن التقسيم. وحسن التقسيم ان البيت يكون كلمات متساوية، اما الشاعر بيعمل البيت كلمات متساوية بحرف الواو، يا اما تكرار حرف الواو يا اما بتكرار كلمه. طبعا تكرار حرف الواو كلكم عارفين البيت المشهور بتاع والخيل والليل والبيداء بتاع المتنبي. تكرار حرف الواو، لا اهل ولا كاس ولا سكن ولا ندين، تكرار حرف الواو في اي بيت ده يؤدي الى حسن التقسيم. وما يسمى في المحسنات اللفظيه بحسن التقسيم له جرسا موسيقيا رنان يعمل على لفت النظر وجذب الانتباه. يا اما الشاعر يكرر كلمه يقولها في الابيات، زي متفرد بصبابتي، متفرد بكآبتي، متفرد بعنائي، اللي البيت الرابع في نص المساء لخليل مطران. يبقى حسن التقسيم اما بتكرار حرف الواو اكثر من مره واما بتكرار كلمه. الثلاث محسنات دول محسنات خاصه بالشعر. طب ايه اللي خاص بالنثر بقى عشان اعوزه في النصوص النثريه؟ الساجعه، اتفاق فواصل الجمل، الحروف الاخيره بس في السطور الفواصل، زي نص من صور التكافل الاجتماعي لاحمد حسن الزيات. ناخد مثال من المنهج، كان بيقول ان الاسلام ليه فضل كبير علينا. طبعا اخى بين الناس وساوى بين الاجناس، اخى بين الناس وساوى بين الاجناس، السين والسين، انا شايف اتفاق الحروف، انه من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو ات ات، التاء والتاء والتاء، ده اسمه سجع، ولكن ده في النصوص النثريه. وبرده في حاجه اسمها الازدواج بيسموه التوازن اللفظي، جه في الامتحان السنه اللي قبل اللي فاتت. الازدواج هو تساوي الجمل، اتفاق الجمل او تساوي الجمل. طب ما اتفاق الجمل في الفواصل ده اسمه سجع، انما اتفاق الجمل في التوازن ده اسمه ازدواج، وده ياتي ايضا مع النثر. دايما تلاقي الازدواج جمل قد بعض، يعني الجمله بتاعت اخى بين الناس وساوى بين الاجناس، انا السين والسين قلت سجع بس الجملتين قد بعض عشان كده بينهم ازدواج، او بيسموه التوازن اللفظي. دول مهمين جدا في النصوص النثرية. يبقى انت عرفت ان دي اسمها محسنات لفظية موسيقية، انما الوزن والقافية ده خاص بالشعر، ان الشاعر يحافظ على الوزن والقافية الواحدة وينتج عن الحفاظ على الوزن والقافية زبزبة موسيقية او نغمة موسيقية، وهي دي الموسيقى الظاهرة او الخارجية. طب في موسيقى خفية يا استاذنا، حصل، بيسموها موسيقى خفية او داخلية. طب يا مستر اجيبها ازاي؟ انت مش هتجيب حاجة. لو سألوك في الموسيقى الخفية او الداخلية دي بتظهر في حاجة من حاجات بسيطة جدا، زي ايه؟ زي الصدق الشعوري. لما يقول لك موسيقى خفية تكمن في الصدق الشعوري لدى الشاعر،
يعني لو في صدق الشعور اختارها انت كده جبت موسيقى خفيه. والايحاءات والدلالات، الكلمات الموحيه المعبره، وايه كمان؟ والتناغم والانسجام بين العبارات والالفاظ. انا عايز اقول لك الموسيقى الخفيه لم تظهر في الابيات، فهي نغم خفي في الابيات، ده مش زي الموسيقى الظاهره. يعني الموسيقى الخفيه انت ما بتحسش بيها كمستمع او متلقي، ولكن لما اسالك فيها تقولي تحققت من خلال الصدق الشعوري او الكلمات الموحيه المعبره او التناغم والانسجام بين الالفاظ والعبارات. الشاعر لو عمل حاجه من الثلاثه يبقى كده هو ابدع في موسيقاه الخفيه، او بيسموها موسيقاه الداخليه. تعالى كده يا صاحبي نشوف بقى يا صديقي اهم سؤال في البلاغه، والسؤال اللي هقوله ده ثلاث اسئله في النصوص بست درجات السنه اللي فاتت في السؤال بتاع ما نوع الصوره. تجيب لك جمله بين قوسين وتقول لك ما نوع الصوره، تشبيه ولا استعاره ولا كنايه ولا مجاز. طبعا السنه اللي فاتت كان ربنا هديهم جدا لان اشتغلوا على التشبيه والاستعاره والكنايه والمجاز في الثلاث اسئله. وعاوز اقول لك ان الثلاث اسئله تشبيه واستعاره وكنايه ومجاز دي اسمها صوره جزئيه. وانا عارف الطلب بتاعكم من غير ما تقول لي، انا عارف اللي انت بتدعي تقول يا رب يقول لي الصوره الكليه، وواحد تاني بيقول لك يا رب يقول لي المركبه، وبنت بتقول لك بيقول لي يا رب يقول الممتده ويفهمنا الترشيح والتجريد. كل الصور اللي انت عايزها اقولها لك النهارده. انا هقول لك كل البلاغه اللي انت سمعتها في حياتك عشان النصوص، ربع الدرجات، ربع امتحان اللغه العربيه نصوص، لازم تبقى فروت في البلاغه. تعالى كده الاول نشوف الصوره الجزئيه. يجيب لك جمله بين قوسين ويقول لك ما نوع الصوره. انا معلمك من اول السنه ونزلت كذا محاضره بلاغه، تحط مثله في النص وتقرا، لو الجمله قبلت مثله تبقى تشبيه. زي ايه؟ دور اول 23 ندخل على طول نطبق من الامتحان، لما كان بيتكلم في النص النثري بتاع خلوة الى نفسي، ان هو كان بيقعد خلوة الى النفس، وبيقول ان هو تعود في سفر واقامته، كنت بكلمك عليه امبارح في الحصه بتاعت امبارح، ان هو يقعد خلوة مع نفسه، فبيقول تلتزها لذة التاجر. خلاص النفس بقى بترتاح للخلوة دي، وتلتزها مثل لذة التاجر. حط كده مثل واقرا، تلتزها مثل لذة التاجر. قبلت، يبقى على طول تشبيه. طبعا ده كان اول سؤال في امتحان السنه اللي فاتت في النص النثري دور اول 23. الحاله الثانيه، لو جمله ما قبلتش مثله تبقى استعاره مكنيه، جابت في دور اول 23، جابوا في المركز القومي للامتحانات، بيقول رفعته في الورى شيم، في النص الشعري رفعته في الورى شيم، حط مثله كده، رفعته مثله في الورى شيم، مش هتيجي، رفعته في الورى مثل شيمي، مش هتيجي. طالما المثل ما قابلتش الجمله مش قابله مثله، يبقى الاختيار الثاني استعاره مكنيه، ودي جت في دور اول 23 في الامتحان الشعري. يبقى الاولى كانت تشبيه بليغ في النص النثري، وبعد كده استعاره مكنيه. طيب اكمل واقول الثالثه، مش انت قلت ثلاث نقط؟ ايوه ثلاث نقط يا كبير، هجيب لك النقطه الثالثه حالا، بس اكمل بقيه الصوره الجزئيه، التشبيه والاستعاره والكنايه والمجاز. طيب لو كلمه واحده اسما استعاره تصريحيه، دايما الاستعاره التصريحيه يا اولاد تقع مشبه به النار، النور، النيران، العمى، الظلام، الليل، دايما الكلام ده لازم تبقى عارف، الفجر، النسور والارانب، القصيده اللي انتوا درستوها. هو كان ما بيتكلمش عن نسور، هو لما الشعر يتحدث عن المشاعر وكانها نيران، ويحذف المشبه ويترك المشبه به، واجيب لك كلمه النار او النيران بين قوسين، استعاره تصريحيه. لما اتكلم وشبه الحريه بالفجر واحذف المشبه واترك المشبه به، استعاره تصريحيه. النص اللي انت درسته على المدرسة الجديدة الواقعية الجديدة آخر مدرسة في المنهج، نص النسور والأرانب، هو ولا كان بيتكلم عن النسور ولا بيتكلم على الأرانب، ده كان بيشبه الأحرار بالنسور وحذف المشبه وترك المشبه به. إذا كلمة النسور استعارة تصريحية. الاستعارة التصريحية كلمة واحدة بس لازم تكون اسما. بعد كده تخلي بالك، عشان غدروا بينا قبل كده في الامتحان وجابوا للطلبة كلمة سيري بين قوسين، والطلبة شافت سيري كلمة واحدة، للأسف وقعوا في الفخ. طبعا سيري ده فعل أمر، الشعر بيخاطب مصر وبيقول لها سيري، ده استعارة مكنية، لازم الاستعارة التصريحية تكون كلمة واحدة بس تكون اسما. طيب شفت كلمة جفن وجفون وأشفان، دايما جفن وجفون وأشفان مجاز علاقته الجزئية، ودي علاقة مشهورة جدا في الشعر. شفت كلمة يد، علاقة سببية، الإيد دايما هي الفضل والقدرة، وله علي أياد يعني أفضال، يبقى الإيد دايما هي سبب الفضل والنعمة، لذلك علاقة سببية. شفت كلمة الصدر أو أي مكان، علاقة مكانية أو محلية، ألم نشرح لك صدرك، ربنا بيشرح قلبك، والقلب محله ومكانه الصدري، يبقى العلاقة محلية أو مكانية. شايف؟ ده المجاز المرسل. كلمة اليتامى،
لا مش اعتبار ما سيكون، اعتبار ما كان. ايوه طبعا اعتبار ما كان. انا سامع حد بيجاوب اليتامى ليس لك تعامل مع اليتيم، لان اليتيم هو الصغير، وعندما نتعامل معه نتعامل معه وهو كبير، فكيف نقول عليه يتيم؟ باعتبار ما كان، هو كان في يوم من الايام يتيم بس دلوقتي كبر خلاص. دي علاقات المجاز المرسل. تشوف كلمة جفن أو جفون أو أشفان في أي بيت شعر، مجاز علاقته الجزئية، زي أحمد شوقي هتروح بعيد ليه؟ شهد الله نص غربة وحنين، لم يغب عن جفوني شخص ساعة ولم يخلو حسي، لم يغب عن جفوني. طب هو الوطن هيغيب عن جفونه يا أولاد؟ لا ده عن عيونه. طب ما هي الجفون جزء من العين يبقى علاقة جزئية. خليل مطران في نص المساء، والدمع من جفني يسيل مشعشعا. هو الدمع بينزل لصاحبي من جفنك ولا من عينك؟ من عينك. طب ما هو الجفن ده جزء من العين يبقى علاقة جزئية. شايف الكناية؟ خلي بالكم الكناية ما جاتش في ولا امتحان جديد وانا قلقان منها السنة دي. شوف الجملة جملة فيها مبالغة، اما بتدل على صفة او بتدل على اسم موصوف. شوف الجملة بتدل على ايه، وبدل ما اقول تدل على هقول كناية عن. على سبيل المثال شوقي بيقول يا ابنة اليم، هو بينادي على مين؟ السفينة. دي كناية عن السفينة، يبقى كناية عن موصوف. يبقى دايما لو اسم يبقى كناية عن موصوف، انما جملة مثلا بتدل على الحزن فقلت كناية عن الحزن، جملة بتدل على شدة الحب فقلت كناية عن الحب. الحب والحزن والندم والحسرة والتفاؤل والتشاؤم دي كلها صفات، يبقى دي كناية عن صفة. انما حاجة بتدل على اللغة العربية، ام اللغات مثلا، هي ام اللغات قالك كناية عن ايه؟ فقلت كناية عن اللغة العربية. يا ابنة اليم كناية عن السفينة. طب اليم نفسه ده البحر، ممكن اقول كناية عن البحر. طب يبقى انت عارف ان الكناية لما تدل على اسم يبقى اسمها كناية موصوف، انما لو دلت على صفة دي اسمها كناية صفة. في نوع تالت اسمه كناية نسبة، يجمع بين الصفة والموصوف. كناية نسبة انت بتنسب حاجة لحاجة تانية، زي بتاعت اولى ثانوي، المجد في ركابك والجود بين ثيابك والمجد بين ركابك. ده بيقول لك المجد في ركابك، يعني مجرد اللي انت تمشي كده نسبة المجد الى ركابك، انت مجرد اللي انت تمشي المجد والتفوق وكل حاجة حلوة بتيجي، يبقى انت عارف ان دي اسمها كناية نسبة. خلي بالكم ان الكناية ما جاتش في النظام الجديد خالص، فركزوا في الكناية. طيب انا عندي تعقيب على الصور الجزئية قبل ما ادخل في اللي انتوا عايزينه. انا عارف انتوا عايزين بقية الصور التانية، ما حضر لكم كل حاجة، ولكن هقول لكم حاجتين مهمين جدا، ويمكن حاجات تغيرات حصلت بسيطة جدا جدا وما فيش حد كتير خد باله منها اصلا. اول حاجة، يعني كان معايا سكريبت بحط منه امتحان لمجلة الشباب في الاهرام. مجلة الشباب دي نزلت الاسبوع اللي فات، فيها امتحانات شاملة، وعاوز اقول لك انا حطيت امتحان مهم فيهم وفيها كل المواد، وطبعا اصدار الاهرام، فكان معايا سكريبت بحط منه، مسلمنا سكريبتات بحط منها الامتحان، فلقيتهم عاملين حاجة غريبة جدا اول مرة اخد بالي منها. الاستعارة التصريحية ما عادوش بيجيبوها كلمة واحدة عشان الطلبة بتعرفها، يعني بقى بيجيب لي الكلمة اللي هي مشبه بيه ده بس في خلال جملة، من خلال جملة، ودي حتة عجبتني جدا. فما جابلكش النار لوحدها كده، لان معروف ان اي كلمة تصح ان تكون مشبه به انت من فهمك للابيات، هو بيشبه حاجة بكذا، فانت بتعرف ان استعارة تصريحية. هم بقوا يجيبوها بقى في جملة، ما عادوش بيجيبوها كلمات كده منفصلة. برضو في حاجة مهمة جدا وصعبة جدا لفتت انتباهي، واعتقد انها ممكن تكون تركية في 24. معروف ان نكرة ومعرفة، انا معلمكم من اول السنة، تعدل الجملة وتحط مثل فبتبقى تشبيه بليغ، اضافة المشبه للمشبه به. حلتها معاكم السنة دي مرتين، راجع المحاضرات بتاعتي من اول السنة. كتاب الحياة، اعدل الجملة، الحياة كتاب، الحياة مثل الكتاب، تشبيه بليغ. هضاب المنى، المنى مثل الهضاب، تشبيه بليغ. ممكن يجيب لك نكرة ومعرفة وما يطلعش تشبيه بليغ. ليه؟ بيحط صفة واسم، ما بيحطش اسمين. زي خشونة القول، دي قابلتها في امتحان عجبتني جدا. خشونة القول، بص نكرة ومعرفة، إضافة مشبه لمشبه به، أي حد هيشوفها هيقوم حللها تشبيه بليغ. بالإضافة، إضافة المشبه للمشبه به، ده احنا عارفينها صورة المضاف إليه، عارفينها من أولى ثانوي. إنما لو عدلت الجملة عشان نحط مثله زي ما احنا متعودين، القول مثل خشونة، ما ينفعش. عشان كده ده بيشبه القول كأنه شيء مادي خشن، أو يشبهه كأن إنسان به خشونة وبداوة. يبقى عايز أقول لك أهو، يبقى دي استعارة مكنية بالرغم إن هي نكرة ومعرفة. دي خطيرة جدا جدا جدا، استعارة مكنية أهو. يبقى مش كل نكرة ومعرفة تبقى تشبيه بليغ. نكرة ومعرفة لما تبقى اسمين أنا موافق، لو بقت اسمين
اعدله جملة وحط مثل في النص، زي كتاب الحياة، الحياة مثل الكتاب، هضاب المنى، المنى مثل الهضاب. المنى دي حاجة عالية، المنى ده مش أي حد بيوصل له، الأماني والأحلام دي مش أي حد بيوصلها، ده لازم يتعب عشان هي حاجة عالية مرتفعة طبعا. يبقى أنت لازم تاخد بالك من الحتة دي عشان الحتة دي مهمة. وحتة الاستعارة التصريحية ما عادوش بيجيبوها متقشرة كده إن يجيب لك كلمة بين قوسين، بقوا بيجيبوها في جمل. حتى أنا لفت انتباهي الموضوع ده، أنا بحط الامتحان ولفت انتباهي نكرة ومعرفة، حط لي كم جملة كده اشتغل عليهم، فلقيت إضافة المشبه للمشبه به بس مش تشبيه، لأن حاطط صفة واسم، مش حاطط اسمين، ولا حاطط ما يصلح أن يكون مشبه وما يصلح أن يكون مشبه به. طيب احنا عايزين الصورة الكلية، حد فاكر الصورة الكلية؟ عادي خالص، استعارة عادية بس فيها صوت ولون وحركة. فكرني كده، شاكن إلى البحر اضطراب خواطري، خلي المطران خليك مثال من المنهج بتاعك، شاكن إلى البحر اضطراب خواطري، هو بيشتكي للبحر، استعارة مكنية، ولكن شاكن، الصوت نسمعه في كلمة شاكن، شاكن إلى البحر، اللون نراه في كلمة البحر، اضطراب خواطري، اضطراب، الحركة نحسها في كلمة اضطراب، صوت ولون وحركة، يبقى صورة كلية. الصورة الكلية أو اللوحة الفنية ده صوت ولون وحركة، بيسموه خيال كلي، أو لوحة كلية أو لوحة فنية صوت ولون وحركة. أنا عايزك ذكي، أول ما تيجي تقرأ النص وتبص تلاقي جايب كلمة نغمته وكلمة خضرته وكلمة ألحانه وكلمة مش عارف رياحه وكلمة الشمس وكلمة موجه، طالما هيشتغل بقى خضرته ورياحه ونسيمه وموجه والكلام الحلو ده، يبقى هو كده على طول على طول على طول راح يقولك انه هيجيب صورة كلية، صوت ولون وحركة. ما انت طالما عملت كلمة ألحان وكلمة نغمات وكلمة رياح وكلمة موج وكلمة بحر، في حاجات كده بتخليني أعرف على طول ان في لوحة كلية أو صورة كلية هتيجي، أجزاؤها الصوت واللون والحركة. استعارة عادية جدا، ولكن ليها ثلاث أجزاء، الصوت نسمعه من خلال كلمة كذا، واللون نراه من خلال كلمة كذا، والحركة نحسها من خلال كلمة كذا. لازم تاخد بالك من الموضوع ده. طيب تعالى كده الصورة المركبة، ايه موضوع الصورة المركبة او الخيال المركب؟ صورة مركبة متداخلة، ده جملة فيها صورتين، صورتان متداخلتان، مرة يقولوا صورة مركبة ومرة خيال مركب متداخل. بص كده، ام الغرب كالقلب دام الجراح، الغرب اللي هو الغروب، كالقلب دام الجراح. طبعا الغرب كالقلب تشبيه، يقول لك طب استنى اما احط مثله، لو قلت لي كده هزعل منك يبقى انت مش مركز. ما هو الكاف هي يا جماعه، ما الكاف دي هي مثله، الغرب الغروب كالقلب، ادي تشبيه. طب القلب ده من الجراح، هو القلب انسان قد جرح ونزف دماء، استعاره مكنيه، بدا بتشبيه واستعاره مكنيه، صورتان متداخلتان، صوره مركبه متداخله. البارودي بيقول ترون الذل دار اقامه، كيف ترون الذل دار اقامه؟ ترون الذل، انا هنا جبت لك تشبيه واستعاره، تعالى بقى اجيبها لك استعاره وتشبيه. ترون الذل، ترون مثل الذل، مش جايه، هو الذل بيتشاف، استعاره مكنيه فيها تكسين، يبقى دي استعاره مكنيه. طب الذل دار اقامه، الذل مثل دار الاقامه، ده تشبيه، يبقى بدات استعاره مكنيه وتشبيه، صورتان متداخلتان، يبقى صوره مركبه متداخله، ادي الصوره المركبه، ده الخيال المركب، جمله فيها صورتان. انما الصوره الكليه صوت ولون وحركه، انما الصوره الجزئيه تشبيه واستعاره وكنيه ومجاز. طب يلا بيشاورولي، هطلع فاصل وارجع لكم عشان اقول لكم الصوره الممتده والترشيح والتجريد، خليكم معايا. ورجعت لكم بعد الفاصل، يلا يا اولاد نشد شويه، يلا يا اولاد نشد شويه، كنا بنتكلم في انواع الصور، كل الناس انواع الصور في البلاغه، كل حاجه يا صديقي. الصوره الممتده، بص يا جماعه، الصوره الممتده دي في ناس بتشرح استعاره مكنيه واستعاره تصريحيه، مش دي قصه. الصوره الممتده تعني تعدد الصفات. يعني ايه؟ يعني مثلا انا بجيب استعاره تصريحيه وعدد الصفات، والصفات دي بتبقى عباره عن افعال، بس ايه المشكله او ايه اللي بيخليني اقول ترشيح وتجريد؟ جاي لك في الكلام اهو، انا هدي مثال، مش هقول المثال اللي بنقوله على اليوتيوب، احنا تقريبا كلنا على اليوتيوب بنقول مثال واحد عشان تبقوا فاهمين يعني، ولكن انا هقول لك مثال من المنهج الاول. النصور والارانب، النص اللي انتوا درستوه في اخر حاجه في المنهج خالص، الراجل بيشبه الاحرار بالنصور، الاحرار الطامحين بالنصور، وحذف المشبه وترك المشبه به. اذا النصور دي استعاره تصريحيه، اذا هي صوره جزئيه في الاصل طبعا، ولكن شوف الصفات بقى، النصور ترفع هامتها، النصور تعلو وتخفق بالزهو، ولا النصور تعلو. تعالى بقى
الصفات اللي جاية دي هل هي صفات الأحرار ولا صفات المشبه به اللي هو النصور؟ لو صفات المشبه به اللي هو النصور يبقى ده اسمه ترشيح. الترشيح هو إضافة صفات المشبه به. طب لو صفات الأحرار اللي هم المشبه يبقى ده اسمه تجريد. إضافة الصفات وإلحاق الصفات على الصورة، إلحاق الصفات. طبعا صفات المشبه به هي الأحسن، عشان كده الترشيح فيه تقوية للصورة، إنما إضافة صفات المشبه ده اسمه تجريد وده فيه إضعاف للصورة. خلينا متفقين إن صفات المشبه به أقوى طبعا طبعا. أما أقول النصور فتقول لي استعارة تصريحية، شبه الأحرار الطامحين بالنصور، جدع، وحذف المشبه وصرح بالمشبه به. إذن هي في الأصل صورة جزئية اهي. كمل بقى الصفات. النصور تعلو، النصور في أعالي الجبال، النصور تطير في الأفق، النصور تنظر وتسدد نظرتها للمحال. دي كلها من صفات الأحرار ولا من صفات النسر؟ من صفات النسر. يبقى ده اسمه ترشيح، صورة ممتدة، ولكن الصفات اللي جات كلها صفات المشبه به وليس صفات المشبه، ده الترشيح. إنما التجريد هو إلحاق صفات المشبه، لذلك التجريد فيه إضعاف للصورة. الشاعر اللي بيعمل تجريد ده غلطان. احنا بنشرحها على اليوتيوب كلنا، رأيت أسدا في المعركة. واضح جدا من رأيت أسدا في المعركة ها إن أسدا هنا استعارة تصريحية. ما هو اللي في المعركة ده أكيد جندي، فشبه الجندي المقاتل بالأسد وحذف المشبه وترك المشبه به، حصل. إذن هي استعارة تصريحية، كانت صورة جزئية. كملوا بقى، هجيب صفات بقى من صفات الأسد ولا من صفات الجندي؟ فتلاقي الرجالة واحنا بنشرح على اليوتيوب، رأيت أسدا يفترس الأعداء. الافتراس من صفات الأسد، ترشيح، لأن ده الحق صفات المشبه به. رأيت أسدا يضرب النار على الأعداء. طب ما يضرب النار دي من صفات الجندي، ده تجريد، لأن الحق صفات المشبه. أدي الصورة الممتدة. الصورة الممتدة تبص تلاقي جايب صورة، جايب استعارة ويعدد صفاتها، ودايما الصفات بتبقى بأفعال مضارعة، أفعال مضارعة كتيرة بعديها، فأنت بتعرف إن في صورة ممتدة، في خيال ممتدة على طول القصيدة، زي النصور والأرانب لما كان بيشبه الضعفاء الخاملين بالأرانب وحذف المشبه وترك المشبه به، استعارة تصريحية. إذن هي صورة جزئية. تعال بقى شوف، في المضيق العميق الأرانب قابعة في انتظار المصير المدجج بالموت، تأكل أعشابها بالفرار. الاستعارات اللي جاية كلها من صفات الأرانب، والجمل اللي جاية كلها صفات مشبه به، وده ما يسمى بالترشيح وليس التجريد. شايف؟ ده جميلة جدا. ده انا كده الصوره الممتده انا بدات افهمها كويس، سهل خالص. طيب يبقى انت عرفت الصور الجزئيه. الامتحان كان ربنا هديهم قوي في 23، 23 جابوا ثلاث اسئله في الصور. انت قلت لنا سؤالين والثالثه خايف تقولها لنا، شكلها صعبه. ابدا خالص، هقول لكم عليها هتحلوها من غير ما اقول السؤال اصلا. تلتزها لذه التاجر تشبيه. طب الثانيه، رفعته في الورى شيم، رفعته في الورى شيم، ده استعاره مكنيه وواضحة جدا ما قابلتش مثلها. الجملة الثالثة أو السؤال الثالث حاولوا يعملوا فيها فكرة بس ما قدروش. بيقولوا أي تعبير من التعبيرات، أي تعبير من التعبيرات الآتية يمثل الاستعارة المكنية. طب ما كده حلوها، يعني في جملة من الاختيارات هتمثل استعارة مكنية. قول يا أستاذ الإجابة كانت، ها اللي حلوا 23 يقولوا لي الإجابة كانت النفس ترتاح. دي كانت الإجابة بتاعة 23، النفس مثل ترتاح، ما قبلتش، استعارة مكنية، شبه النفس كأنها إنسان يرتاح، يبقى على طول أهو. يبقى أنت تخلي بالك من الحتة اللي ربنا كان هديهم السنة دي، ما عرفش بقى ربنا هيبقى هديهم وهيجيبوا لنا ثلاث أسئلة صور جزئية، ويبقى كده خلاص الناس إيه مسلمة، الناس طالبة سلم، ولا يقولوا لنا بقى واحدة كلية مع واحدة مركبة صورتان متداخلتان، تشبيه واستعارة أو استعارة وتشبيه، ولا صورة ممتدة بها ترشيح ولا بها تجريد؟ براحتنا، احنا جاهزين يا باشا لاي حاجه. هو احنا بننقي نقط؟ ده احنا بنقول كل البلاغه، براحتنا خالص، احنا جاهزين في النصوص لاي اسئله. طب خد بقى وزود الكلام ده، صوره مبتكره. ايه الصوره المبتكره دي؟ صوره جديده، صوره انت فيها يعني حداثه، صوره فيها تشويق، صوره فيها ايجاز، ولكن الايجاز والتشويق والحداثه والابداع انت اول مره تسمعه. لما كان شوقي بيقول نفسي مرجل وقلبي شراع، تشبيهات بلاغيه طبعا. طب هو بيشبه انفاسه بمرجل الوقود وبيشبه قلبه بالشراع، في ابتكار بيسموها صوره ابتكاريه، صوره مبتكره طبعا.
لان انا عمري ما شفت واحد هيطلع قلبه ويعمله شراع عشان السفينه تمشي، ولا انفسه هي مرجل الوقود. الحته اقول لكم واحده كمان، صوره مبتكره جات عندكم في المنهج، النص بتاع اهواك يا وطني محمود حسن اسماعيل لما كان بيتكلم على الوطن فبيقول لحن اعزفه ويعزفني. طب لحن اعزفه دي ماشي، انما يعزفني، هو الانسان بيتعزف؟ هو انت اله موسيقيه هيعزف عليها؟ هو انت اغنيه او قطعه موسيقيه سوف تعزف؟ في ابتكار، صوره جديده فيها حداثه فيها ابداع، يبقى دي على طول صوره مبتكره. تعرف ان ممكن يحط لكم في الاختيارات صوره تراثيه، فانت تزعل قوي تقول ايه الصوره التراثيه ده، ده انا حليت 500 سؤال ما شفتش الصوره التراثيه. الصوره التراثيه بتبقى مستمده من القدماء، زي ما يشبه نفسه بالسيوف، يشبه حاجه بالخيول، لما يشبه حاجه بالرماح يبقى دي اسمها صوره تراثيه على طول. زي استخدام الشاعر تشبيهات من السيوف ومن الرماح ومن الخيول، ودي دايما بتبقى في الشعر القديم. يعني ايه؟ بتظهر عند المجاراة زي محمود سامي البارودي واحمد شوقي، زي ما شوقي في غربة وحنين يا اولاد كان بيجاري البحتوري في سنياته في غربة وحنين. طبعا دي دايما بتظهر عندهم اسمها صورة تراثية، عشان لو جات لكم في الاختياري ما تفتكرش ان هم جابوا حاجة ما حصلتش يعني، لا، يبقى انت عارف كل انواع الصور اللي ربنا خلقها. طيب اسئلة عامة كده في النصوص. استخدام الشعر ضمير انا او نحن، طبعا في فخر وفي اعتزاز. طيب استخدام الشعر للافعال المضارعه للتجدد والاستمرار واستحضار الصوره، ساعات بيقوم جايب سؤال كده ما اعرفش هو جايبه منين، بس هي كلها بنسميها يعني لمسات بلاغيه موجوده او ثوابت في البلاغه. طيب العطف بين كلمتين بتخافوا منه قوي، العطف بين كلمتين ما تخافش، ماذا افاد العطف بين كلمه كذا وكذا؟ لو الكلمات متشابهه يبقى عطف افاد التاكيد، الشعر بياكد على كذا. زي مثلا هقول لك مثال متحرر في التاكيد، وهقول لك العطف الثاني للتنوع، هقول لك مثال من المنهج، ماشي؟ يبقى اما للتاكيد على شيء او التنوع. العطف بين الكلمتين، الشعر بيقول هشت لك الدنيا فما لك واجما، واجما يعني حزينا، وهشت يعني تبسمت لك الدنيا، هشت لك الدنيا تبسمت لك الدنيا فما لك واجما، واجما يعني حزينا، وتبسمت فعلام لا تتبسموا. طبعا هشت يعني تبسمت، وتبسمت يعني هشت. طب ما ده كلمتين نفس المعنى، اذا العطف بينهما للتوكيد، في تاكيد على المعنى، يبقى العطف بينهما للتاكيد اهو، شايف؟ انما ابراهيم اصلا في الكنيسه نورت، ابراهيم اصلا في الكنيسه نورت لما كان بيقول وفي اخر يوم في رمضان بيقول لك اهالي الحاره يتبادلون حمل الواح من الصاج وفيها الكعك والبسكويت والغريبه. طبعا ده لون من الوان الطعام، وده لون اخر، وده لون ثالث. العطف بينهم افاد التنوع عشان يبين انواع الاطعمه عند المصريين، يبقى ده عطف للتنوع اهو. كلمات متشابهه اختار عطف للتاكيد، كلمات مختلفه اختار للتنوع. ما دلاله قول الشاعر ما الايحاء في كلمه كذا في البيت رقم كذا؟ عايز اقول لك ان الدلاله والايحاء بتغلطوا فيها غلطه جامده جدا. دايما الدلاله والايحاء مرتبطه بالعاطفه، انا كاتبها لكم اهي. انتوا دايما بتختاروا المعنى، دلالة قول الشاعر كذا ما الإيحاء في كلمة كذا؟ على سبيل المثال كلمة النار مش استعارة تصريحية؟ لما الشاعر يقول النار في الأعماق لاهبة، النار في الأعماق لاهبة، هو عمره ما يكون عنده في الأعماق نار، هو عنده مشاعر بيشبه المشاعر بالنار، وحذف المشبه وترك المشبه، استعارة تصريحية. طب ما الإيحاء في كلمة النار؟ ما دلالة تشبيه الشاعر المشاعر التي بداخله بالنار؟ كلمة النار جوايا ده فيها احساس بالحزن طبعا، والالم طبعا، والعذاب والمعاناه. طب كويس، دايما الايحاء والدلاله خلوها مرتبطه بالعاطفه، ما تختاروش المعاني. انتوا دايما بتغلطوا الغلطه دي وما بتعجبنيش ابدا في حل النصوص. ما ينفعش تدخل تمتحن نصوص ثانويه عامه ومش عارف اسلوب القصر بتاع سنه اولى ثانوي، اسلوب القصر ده احنا والله نسيناه يا مستر، كنا عايزينك ترجعه لنا يا صديقي. النهارده انا مش هسيب لك نقطه بلاغه، كل اللي انت بتفكر فيه هقوله لك. اسلوب القصر، قصر بانما، قصر بالنفي والاستثناء، قصر بالتقديم والتاخير، قصر بل ولا ولكن، قصر بتعريف الطرفين. انما الحياه كفاح، قصر بانما، وما شوقي الا شاعر، نفي واستثناء، لكنه عرضك ومروءتك، ده قصر بلكن، بل ولا ولكن ده حروف عطف، ولكن ادوات العطف دي وسيله من وسائل القصر. طيب التقديم والتاخير، النار في الاعماق لاهبه، هو المفروض يقول لاهبه في الاعماق، ده تقديم وتاخير.
تعريف الطرفين يجيب المبتدأ والخبر الاثنين معارف، ودي بقى منتشرة جدا في النظام الجديد عندكم. أنا البحر، أنا النور، أنت الهوى، أنت الحب، أنت الحياة. طب ما النور والبحر والحب والكلام ده دي كلها خبر معرفة بالألف واللام. طب ما هو أنا ضمائر والضمائر معارف، يبقى ده اسمه تعريف الطرفين. طب سر جمال القصر أو أثره التخصيص والتوكيد، أثره دايما التخصيص والتوكيد، يبقى أنت عرفت على طول. يبقى إنما نفي واستثناء، بل ولا ولكن، تقديم وتأخير، تعريف الطرفين. عاوز أقول لك مسكوا العيال في ثانوية عامة يعني فرهضونا 3 سنين متتالية في القصر للتقديم والتأخير، قسما بالله راجعوا الامتحانات القديمة يجيبوا جملة وهي نفس الجملة بس يبدلوها ويقول لك أيهما أدق ولماذا. 2017 النار في الأعماق لاهبة ولا النار لاهبة في الأعماق؟ طبعا في الأعماق لاهبة، تقديم وتأخير، يبقى ده أسلوب قصر للتخصيص والتوكيد. جابوا في السنة اللي بعدها فبها تغنت الأم ولا تغنت الأم بها، شوفوها في الامتحانات، فبها تغنت الأم. جابوا قبل كده بسنتين أنت لعيني فؤاد النظر ولا أنت فؤاد النظر لعيني؟ أنت لعيني فؤاد النظر، تقديم وتأخير، يبقى أنت عرفت على طول. للتخصيص والتوكيد يبقى ده القصر. ما ينفعش تدخل الامتحان من غير ما تراجع على الإطناب، وربنا أنت بتجيب الحاجات اللي إحنا عاوزينها. ما أنا عارف، أنا عارف الزبون في ليلة الامتحان محتاج يفتكر كل حاجة، حاضر. إطناب بالترادف، كلمتين نفس المعنى، كتاب الله من عند الله لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب، إطناب بالترادف. يجيب لك جملة بين شرطتين، إطناب بالجملة الاعتراضية، إطناب بالتفصيل بعد الإجمال. دايما في القراءة والنصوص النثرية لازم يجيب تفصيل بعد الإجمال. هي مش التفصيل بعد الإجمال ده أستاذنا علاقة؟ أيوة هي علاقة، ولكن عايز أقول لك إن التفصيل بعد الإجمال العلاقة ده هو ده نوع من أنواع الإطناب. عطف الخاص على العام أو العكس، كنت بديكم انت في سنة تانية اما كنت اعمل مراجعات لتانية على اليوتيوب، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. طب ما هو الصلاة الوسطى من داخل الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فعلا، ده الصلاة الوسطى دي من داخل الصلوات، ده اسمه عطف الخاص على العام. طب انت عارف ان عندكم لو انتم مركزين في منهجكم في ثالثة ثانوي عكسها في المنهج، جاب لكم عطف العام على الخاص. اما اللي يقولها نص من صور التكافل الاجتماعي اللي ما تذاكرش، اللي لازم يتذاكر هو الكنيسة نورت. نص من صور التكافل الاجتماعي كان بيقول في النص الصدقات والبر. طب ما هو البر ده هو العام، البر ده هو كل وجوه الخير والإحسان، الصدقة دي حتة منه. طب ما كده عطف العام على الخاص، اهو جابها بالعكس اهو. شايف عندي اطناب بالتعليل، تعرف ان علاقة التعليل اللي خدناها امبارح في البلاغة في القراءة المتحررة، تعرف ان التعليل ده نوع من انواع الاطناب. عندي التكرار، ان يكرر جملتين في قطعة قراءة او في نص نثري، ده اسمه اطناب بالتكرار. طيب تعالى بقى في الحته اللي انتوا بتخافوا منها وانا كمان بخاف منها، بخاف ان انتوا تغلطوا فيها في الامتحانات، الحذف، ايجاز الحذف. بزعل جدا لما اسال طالب في ثانويه عامه يقول لي حذف فعل هدور على فعل مبني المجهول. يا ابني انت مش في ثالثه اعدادي، انا معاك ان حذف الفاعل ده منتشر، طب ما ممكن بالمعنى حذف مفعول، ممكن الاقي الفعل والفاعل واجي ادور على المفعول ما الاقيهوش، يبقى ايجاز بحذف المفعول، وخدتها في غربه وحنين. حصل، يبقى انت لازم تشوف، مش لازم حذف فعل يعني، ولكن في حاجات مشهوره في الحذف، ان يبدا البيت مثلا بنكره، لو بدا البيت بنكره يبقى حذف مبتدا، زي متفرد بصبابتي، اصلها انا متفرد بصبابتي، زي شاكن الى البحر اضطراب خواطري، انا شاكن الى البحر اضطراب خواطري. اول ما يبدا بنكره يبقى اجاز بحذف المبتدا، لان النكره دي خبر لمبتدا محذوف. مستطار اذا البواخر رنت، مستطار، هو المفروض يقول القلب مستطار، إجاز بحذف المبتدا. شايف مهم جدا. ساعات يبدا بمنادى، يبدا بمصر او ايها في قطعه النصوص، يبقى اصلها يا مصر ويا ايها، إجاز بحذف اداه النداء. يعني إجاز بحذف اداه النداء، حذف اداه النداء يعد اجازا؟ طبعا يعد اجازا، امال ايه؟ حذف طبعا، حذف اداه النداء حذف طبعا. ده عندكم في بعض الكتب جايبه حذف حرف، في بعض الكتب جايبه حذف حرف، وانتوا عارفين الكلام ده كويس وشايفين ودايرين في الكتب. يبقى حذف اداه النداء اهو. ايه كمان اقوى حاجه لما يعني يبقى عايز يحط عليك في الامتحان؟ حذف جواب الشرط، يجيب ان واز الشرطيه ويبدا لك بيهم بيت ويبقى حذف جواب الشرط. البتاع دي احنا خدناها السنه دي في نص ايه؟ المساء ان يشف. ايوه، لما جاب في البيت الثاني لما كان بيشك ان الهواء بتاع الاسكندريه هذا الهواء الطيب النقي سوف يشفي جسمه العليل المريض، وان شفى جسمه العليل لا يستطيع ان يلطف وان يخفف النيران التي بداخله. ان اداه شرط ويشفى ده فعل الشرط وحذف جواب الشرط،
نص المساء لخليل مطران البيت الثاني. طبعا هو حذف جواب الشرط عشان هو عارف النتيجة ايه. النتيجة ان الهواء الطيب النقي بتاع الاسكندرية عمره ما هيشفيه، لانه بيعاني من آلام نفسية وآلام عضوية. ده الحذف. الحذف سر جماله او اثره يعني ايه؟ يعمل على اثارة الذهن واعمال العقل. كلام جميل. الوحدة العضوية او الفنية، دايما لما يقولك الوحدة العضوية تحققت من خلال اتفاق وحدة الموضوع مع وحدة الجو النفسي والشعوري، الفكرة والعاطفة، الفكرة والعاطفة، يبقى دي اسمها وحدة عضوية او فنية، ومش شرط تكون متحققة في كل الابيات. انت بقى بتركز في البيت، الابيات اللي قدامك في القصيدة، لو لقيت الموضوع واحد والاحساس واحد، وساعات هو بيقول لك ان هي اتحققت، فيقول لك تحققت الوحدة الفنية او العضوية. ما هي الفنية هي العضوية، من خلال، طالما انت بتقول اتحققت من خلال، يعني اتحققت من خلال اتفاق وحدة الموضوع مع وحدة الجو النفسي والشعوري. الموضوع كذا والعاطفة كذا. اعتقد دي كل البلاغة اللي انتوا درستوها في الثلاث سنين، دي كل البلاغة، الاطناب والقصر والمحسنات وانواع الصور الخيالية كلها، والفكر الجزئية والعاطفة والاساليب بانواعها واللمسات البلاغية، كل حاجة انتوا خدتوها في الثلاث سنين قلتها لك النهاردة. يا رب تكون استفدتم وقدرت ان انا افيدكم في البلاغة عشان تبقوا وحوش في النصوص. تعالى كده في الايام، الايام عايز اعمل مراجعة سريعة على الجزء الاول والجزء الثاني. كل فصل فيه تركية معينة تخلي بالك منها. نبدأ في الجزء الاولاني، الحتة اللي جت في الامتحان بتاعت خوفه من العفاريت، والحصن المنيع لما كان بيسمع اصوات الداكة، والحصن المنيع كان اللحاف من قدمه حتى رأسه ولا يترك نافذة حتى لا تمتد يدي عفريتا بالغمس واللمس. طبعا انت عارف ان الفصل الاول كان متقدر ومش قادر، وهو عرف ان الفجر ظهر وقد جاء وحل عندما سمع صوت النساء وهن عائدات من القناة بعد ملء جرارهن من القناة. حصل. يبقى الاصوات بتاعه العفاريت دي مهمة جدا، القناة بين الحقيقة والخيال. شفت امه قالت له ان القناة بيسكنها ويعيش فيها كثير من الكائنات الغريبة والتماسيح والمسحورين، وهو لقى حقيقة القناة غير كده خالص. يستطيع أي شاب نشيط الوسوب من إحدى حافتيها فيبلغ الأخرى بسهولة. أدي القناة. وتمنى الصبي أن تزدرده سمكة تبتلعه حتى يصفر بخاتم سليمان. يدع يعني ينال ويفوز خاتم سليمان، ويطلع له الخادمين بقى ويطلب اللي هو عاوزه وهو عايز يعبر القناة. ده مهم جداً. المعاملة بتاعت أسرته كانت معاملة متناقضة، فلا يتبين مدى رضاه ومدى سخطاه، لأن كانوا بيعاملوه شوية حلو وشوية وحش. هو مش عارف، هو يعلم أنه يمتاز بمكانة عظيمة بين الإخوة والأخوات، بس هو مش عارف للتناقض، إن هما بيعاملوه بلين وبعد كده يعاملوه بعنف، فمش عارف يعمل إيه. طيب بعد كده أهم حتة ومن أهم الجزئيات في الجزء الأول في الأيام، فشلوا في امتحان والده. فشلوا في امتحان والده لسه قايلها امبارح لما رجع من الكتاب، وراح واخده كده يعني على خوانه، وراح قايله تعالى الشعراء والقصص والنمل، وقعد يقول تصيم ميم، ولحد ما وصل للنمل تصيم مش عارف يتكلم. وطبعا كان بيكره جدا جدا الكتاب، وكان بيكره سيدنا، لان سيدنا كان بيلقي المسؤوليه كامله على عاتق العريف مساعد سيدنا. يبقى فشله في امتحان والده ده عمل له أزمة، ده سبب له أزمة نفسية في حياته. طبعا كان فرحان في البداية لما حفظ القرآن بلقب شيخ، ولكنه رأى أنه لا يستحق لقب شيخ، لأن طبعا ما جابلوش العمة والجبة والقفطان، ولا جابله العمة ولا الجبة ولا القفطان، يبقى عشان كده هو ما يستحقش أصلا لقب شيخ. فشايف أنه لا يظهر عليه وقار الشيوخ ولا حسن طلعتهم البهية، فازاي بقى ما عنديش اللبس اصلا. يبقى هو كان فرحان في البدايه، بس بعد كده مش فرحان. بعد كده ما عادش بيروح الكتاب، واغراه الصبيان باطلاق لسانه في الرجلين، اغراه الاصحاب والاصدقاء والصبيان، صبيان الكتاب، باطلاق لسانه في الرجلين اطلاقا شنيعا. من الرجلين؟ جدع سيدنا والعريف. الباشا شتم وراحوا هم قالوا لسيدنا والعريف تقربا لهما. اتعلم في المحنه دي، محنه عودته الى الكتاب، اتعلم درسين، الدرس الاول الاحتياط في اللفظ، والدرس الثاني عدم تصديق وعيد الرجال. وعيد الرجال يعني قسم الرجال. طبعا ابوه اقسم انه لن يعود الى الكتاب، وقد عاد بعد توسل سيدنا له. سيدنا راح اتحايل على ابوه راح مرجعه الكتاب ثاني. ايه كمان بقول؟ كمان ان سيدنا كان كثير ارسال ايمان الطلاق، وكان كاذب كل كلمه بطلاق،
فهو مش عارف يعمل ايه. هيسافر القاهرة ولكن للأسف تأجل سفره سنة كاملة لصغر سنه، واخد له كتابين، ألفيت ابن مالك ومجموع الميتون. الكتابين هو كان فرحان جدا بيهم بالرغم من أنه لا يفهم منهما شيئا. طب ليه؟ لأن الكتابين هما السبب في منزلة الأخ الأزهري. هو عارف أن اللي بيحفظ الكتابين دول ربنا بيكرمه، فهو كان فرحان بالكتب بالرغم من أنه لم يفهم منهما شيئا. حزن الصبي حزنا كبيرا على موت أخته الصغرى التي كانت في الرابعة الرابحة من عمرها، ودي ماتت نتيجة للإهمال. كما تقرب إلى الله وتغيرت نفسية الصبي بعد موت أخيه طالب الطب، وفرض على نفسه الصلاة مرتين والصوم شهرين عشان يقلل من سيئات أخيه. كلام محترم. أنا بجيب لكم كل الجزئيات المهمة اللي جت في الجزء الأول في الامتحانات. في سؤال جاء قبل كده مهم جداً، إن نظرة الناس في العاصمة تختلف عن القرى للعلماء والشيوخ والأساتذة. ده بيرجع لقانون اسمه العرض والإيه والطلب. هو كان متأثر بنفسية الريفيين، بيحترم شيوخه وأساتذته جداً، لأن طبعاً أنت عارف ده بيرجع لقانون العرض والطلب، إن هو متخيل أنهم فطروا من طينة نقية. فطروا يعني خلقوا من طينة نقية، ليست مثل الطينة التي خلق منها جميع البشر. طب ده بيرجع لقانون العرض والطلب لأن العلماء في العاصمة كتير، إنما العلماء في الأقاليم والمحافظات والقرى بيكونوا قلة، فالناس كلها عارفهم بالواحد، إنما في القاهرة لم يحفل بهم سوى طلابه، الطلاب بس هم اللي عارفينهم، فده اسمه قانون العرض والطلب. طيب تعالى سافر إلى القاهرة والحلم اتحقق، وأبوه كان عايزه يطلع عالم له حلقة واسعة المدى من العلم، وأخوه يطلع قاضي شرعي، وأخوه أشار عليه، دي الحتة اللي جت في استرشاد 23، إن هو يدرس التجويد والقراءات، ورفض اقتضاء بأخيه، جت في استرشاد 23، قال له أو أنت قد درست القراءات والتجويد؟ قال لا، فقال يكفيني أن أكون مثلك. دي اللي جابتها في الامتحان في 23 في استرشادي. طيب الفصل الأخير في الجزء الأول حديث الكاتب مع ابنته، ورفض الكاتب أن يصارح ابنته بحقيقة الطفولة، مش عايز يقول لها هو ايه ابنته، هو لحق يخلف؟ ده لسه حافظ القرآن ولسه داخل الأزهر. ما انت عارف ان الفصل ال 11 وقف شوية كلام عن الماضي واتكلم حتى في الحاضر، وما كانش راضي يقول لبنته، وبيقول لها ما تقدم بها السن عشان مش عايز يخيب أملها أو يحزن قلبها، فكان بيقول لها إنك يا ابنتي لساذجة وطيبة القلب، وكان دايما يقول لها الفضل يرجع لأمك اللي هي زوجته الفرنسية، هي اللي حولت حياته من البؤس والشقاء للنعيم. الجزء الثاني أنا عايزك تركز على 5-6 حاجات. أول حاجة إحساسه في طوره الأول. طوره الأول اللي هو مين؟ اللي هو الغرفة. إحساسه كان حزين، إحساسه بالحزن والوحدة والعجز، طبعا الوحدة والعجز لأنه بيجهل كل المرافق المادية، ده طوره الأول. طب طوره الثاني الطريق، إحساسه كان الاضطراب والعجز أيضا، فكان عاجز الخطى ومضطربا من هذا الطريق الذي لا يصلح للمبصرين. انت شفت الطريق ورجله مش بتثبت قدام القهوة لكثرة ما صب صاحب القهوة من الماء. طب إحساسه في طوره الثالث الأزهر، اعرف كل طور ده ايه، الأول قطه والتاني الطريق والتالت الأزهر. كان يشعر بالراحة والأمن والطمأنينة، وكأن نسيم الأزهر حين يلقى صفحة وجهه وكأن مثل قبولات أمه له. ما تنساش الحتة بتاعت الحج علي، هو ما كانش بيحبه في البداية لأنه راجل بيتكلف التقوى والورع. ما تنساش كمان الوادي الجاهل الشاب اللي اتعرفوا عليه اللي كان بيدعي علمه العروض، وطبعا كان أي بيت يقول لك بحر البسيط بحر البسيط، وده شاب جاهل ما بيعرفش يعمل أي حاجة. حصل أهم جزئية في الجزء الثاني هو امتحانه في الأزهر، انتسابه للأزهر، وكان يمتلئ خوفا ورعبا إلى أن دعاه أحد الممتحنين بجملة بدلت هذا الخوف إلى الحزن واليأس، وهي أقبل يا إيه ها يا أعمى جدع. علاقته توترت بأخوه لحد ما جاب ابن خالته وتغيرت حياة الصبي، ومنذ قدوم ابن خالته تغيرت حياة الصبي، فكان يسمع وابن خالته يفسر له ما لا يراه، وبدأ في زيارة أولياء الله الصالحين. ابن خالته عمل له كل حاجة، وعوده صاحبه على عادة وهي قراءة الفاتحة لسيدنا الحسين. كلنا عارفين بعد مرور أول سنة في الأزهر رفض الصبي وابن خالته السفر من القاهرة إلى القرية، ودي حتة مهمة جدا، صدق وتكلف. في سببين، في حاجة هم بجد فيها وفي حاجة بيمثلهم. الصدق إن هم أحب القاهرة هو وابن خالته،
حبوا القاهرة مش قادرين يبعدوا عنها. طب التكلف، عايزين يعملوا كما يفعل الأخ الأزهري، يقعدوا في القاهرة يذاكروا في الأجازة، فكانت الأسرة تحتسب لهما هاسة سفرهم. وحصل أهم حدث قبل الأخير في الجزء الثاني، إن لما وصل القرية علم الصبي أنه ما زال قليل الشأن وقليل الأهمية ولم يحفل به أحد. كان بيتخيل أن هيبقى منزلة الأخ الأزهري والناس هتعظمه وتخليه يخطب لهم خطبة الجمعة، فيش الكلام ده، ولا يلقي لهم درسا في التوحيد، ولا الأب يشرب كلامه وشربا. فأنكر الصبي على والدي قراءة كتاب دلائل الخيرات، الكتاب اللي كان أبوه بيحبه بتاع التوسل بالأولياء. قال له الكتاب ده حرام، وأنا درست في الأزهر أنه حرام، عشان يلفت نظر أبوه. أبوه طبعا زعق معاه وهدده بالانقطاع من الأزهر، وطلع قال للناس كلها في البلد، والناس وصفته بالشذوذ الفكري، وقالوا أنه تأثر بمقالات الإمام محمد عبده الفاسدة الضارة المضرة. وطبعا استطاع أن يلفت نظر أهل القرية، بالرغم أنه لفت إنكار وإعراض، هما مش حابين اللي هو بيقوله ده. الواد عقله فوت ولا إيه؟ الواد إزاي بيقول أن الأولياء حرام وزيارة أهل البيت حرام؟ هو قدر أنه يعمل كده ويخلي القرية كلها تتكلم عليه وتهتم بيه. اتصال الصبي في الفصل الأخير بالأدب كان اتصالا مضطربا، فكان يحفظ من الأدب ما يحفظه أخيه. أخوه حفظ معلقتين، أمرؤ القيس وطرف ابن العبد حفظ زيه، قصيدة أراقة عصية الدمع بتاعة أبو فراس الحمداني حفظ زيه، لحد أن اتصل بالشيخ المرصفي وتعرف على صديقين، وأصبح الصبي وزميلاه لهما جماعة اسمها جماعة الصبي. المرصفي علمهم الخيبة، علمهم الإيه؟ الحرية. فبدأوا ينقضوا من العيال وينقضوا الشيوخ ويكتبوا هجاء، لحد ما الشيخ حسونة شيخ الأزهر عمل إيه؟ فصلهم من الأزهر وعاقب الشيخ المرصفي. وبالفعل كتب مقالة، وراح الصبي مدير لمدير الجريدة، واتصل ببيئة مدير الجريدة عشان يشتكي الشيخ حسونة الشيخ الأزهر، ويقول لهم احنا عايزين مزيد من الحرية، احنا نقول اللي احنا عايزينه، ونهجي ونزم اللي احنا عايزينه، وننقض براحتنا، وان الأدب يدفع النفوس الناشئة للحرية زي ما المرصفي حفظوا الكلمتين. طبعا مدير الجريدة عرفوا ان ما حصلش حاجة، وتعرف على حسن بيك صبري مفتش العيوم الأزهرية في مكتب مدير الجريدة، وقال له شيخ حسونة بيهددكم، بس هما ما حاش اسمائكم من الازهر، انت والصديقين بتوعك واصحابك زميلاه اللي هي كان اسمها جماعه الصبي. الصبي نسى كل حاجه وافتكر حته مهمه، ان هو واقف في المكتب واتصل ببيئه المطربشين، والمطربشين بالنسبه له الاثرياء، بعد ان سأم بيئه المعممين. وكده دي اهم اسئله في الايام. طيب ركزوا بقى كده معايا، طبعا كل التوفيق والنجاح في اللي جاي. احنا هناخد 3 ايام اجازه، احتمال كبير انزل لكم كمان فرع بكره، بس هناخد يوم اجازه ويومين شغل، عشان هنزل الجزء الاول في الايام موجود على اليوتيوب لسه منزله من اسبوعين. اللي حاسس ان هو مش مظبوط في الجزء الاول او ما حضروش يخش يسمعه، انا شرح لكم ال 11 فصل كلهم في فيديو واحد. اي نعم فيديو طويل شويه بس فيه كل حاجه، وهنزل لكم كمان الجزء الثاني، بس ما تضيعش وقتك. ال 11 فصل برضو على بعضه، انا قلت لك اهم الاسئله اللي جت في الامتحان، وإن شاء الله تيجي في امتحان 24 كمان. فلو أنت ما حضرتش الجزء الثاني هنزل لكم الجزء الثاني كاملا، فهتلاقي حصة مثلا 3 ساعات. أنت ما تضيعش وقتك، لو أنت حافظ خلاص أو أنت مذاكرها خلاص، اكتفي بالأسئلة المهمة اللي أنا قلتها لك في كتاب الأيام. حصة البلاغة يعني يستحسن السبورة تتكتب كلمة كلمة، لأن حصة البلاغة دي هي حصة النصوص. أنت فروة بلاغة، أنت نجم نصوص، واعتقد التعبير والقراءه المتحرره ما عادش فيهم مشكله. الملزمه نزلتها لكم كامله، في ناس بتقول في مشكله في البي اف او الملزمه تقيله شويه، هي فعلا 600 ميجا بس فيها كل حاجه وكلها مجابه، انت مش هتعمل اي حاجه. فحاول في حته بقى قويه في النت تنزلوا الملزمه وتطبعوها. وانا كنت بنزل محاضره بمحاضره، بس طبعا عشان عيد انا مش حابب ان انا ازهقكم وتنزلوا الشارع بقى كل محاضره تنزل تدور على حد يطبع لك ورقتين، فاديتها لك كلها على بعضها عشان تستمتعوا كانك طالب بتحضر معايا المراجعه في اي مكان. كل التوفيق والنجاح معاكم لحد ليله الامتحان، كل حاجه هتكون معاكم، كل الفروع. انا شغال النهارده بلاغه والايام، وامبارح قراءه وتعبير، يعني اللي جايه هتبقى الادب، وبعد كده هنتكلم كلمتين في النصوص، والنصوص لن ولم ولا تخرج عن هذا الكلام. ده انا مديك امثله النصوص اللي جت السنه اللي فاتت في الامتحان من اول الفكر الجزئي. فعشان كده عايز الناس تلتزم، وبعد كده بقى اقول لكم اهم الافكار واللمسات التي لن ولم ولا تخرج في النحو عن امتحان 24. اهم حاجه
شدوا حيلكم، مش عايز العيد كله يبقى راحة، خد لك يوم واحد افصل فيه وابدأ كمل. كل التوفيق والنجاح لأجمد دفعة جيش السخاوة 24.